بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة لطلاب الفرقة الرابعة، برنامج المساحة والخرائط في مقرر مناهج وطرق البحث في الجغرافيا الطبيعية، يلقيها دكتور عبد الحميد كليو. محاضرة اليوم عن المناطق الصحراوية. تتطلب الدراسة الميدانية للصحاري تنسيق كل الأشكال الأرضية النحتية والإرسابية وقياس حركة الكثبان الرملية وتوثيق التأثيرات البيئية لتلك الحركة على البيئة الجغرافية المحيطة بها، ثم التطرق إلى آليات للتخفيف من مخاطرها على المجتمع. ويجب أولا التعرف على أنواع الصحاري، والتي تشمل الصحاري الجبلية الحوضية، صحاري الحماد الصخرية، صحاري الرق الحصوية، صحاري العرق الرملية. أولا، توثيق نوع ومساحة الأشكال الأرضية النحتية الناتجة عن عملية البري بفعل الرياح، وهي الموائد الصحراوية، الأعمدة الصحراوية، صخور عش الغراب، الشواهد الصحراوية، الوجه ريحيات ثنائية الأوجه أو ثلاثية الأوجه، كهوف الرياح، تضاريس الياردينج أو الكدوات، التلال المنعزلة أو الجبال المنفردة. ثانيا، توثيق نوع ومساحة وكثافة والشكل الهندسي لنوع الأشكال الترسيبية التالية: التموجات الرملية، الحفات الرملية، ظلال الرمال، سفي الرمال، المسطحات الرملية، النباك، الكثبان الرملية الهلالية والطولية، ظهور الحيتان، بحار الرمال. ثالثا، متطلبات الدراسة الميدانية للكثبان الرملية: تحديد طول الكثيب الرملي، ويتم ذلك باستخدام شريط القياس العادي. تحديد عرض الكثيب الرملي، ويتم ذلك أيضا بواسطة شريط القياس. تحديد ارتفاع الكثيب الرملي، ويتم ذلك باستخدام الجي بي اس. تحديد درجة انحدار الجهة المقابلة للرياح باستخدام جهاز أبني ليفل. وهناك جوانب أخرى للعمل الميداني يمكن إيجازها فيما يلي: جمع عينات من الرواسب السطحية للكثبان من الجانب المواجه للرياح والجانب المظاهر للرياح، وعينات من قمة الكثيب ووضعها في أكياس بلاستيكية مكتوب عليها كل البيانات مثل رقم العينة والموقع والتاريخ، وذلك بهدف تحليلها معمليا. المتابعة الدورية لحركة الرمال عن طريق وضع أعمدة خشبية مدرجة حول الكثبان لتقدير معدلات زحف الرمال. رابعا، وهناك عدة طرق لتقدير حركة الكثبان الرملية، وهي بواسطة المرئيات الفضائية، تقدير حركة الكثبان الرملية في الحقل، تقدير حركة الكثبان الرملية باستخدام المعادلات الرياضية مثل معادلة التعرية الريحية، أو تقدير قيمة سي وتعني عامل المناخ المحلي. أما عن دراسة التأثيرات البيئية للعمليات الجيومورفولوجية الريحية والمرتبطة بأخطار زحف الرمال على الطرق ووسائل النقل والزراعة والآبار والعيون وقنوات الري والعمران والصحة العامة، فهناك عدة طرق لتثبيت الكثبان الرملية. أهمها طرق تثبيت ميكانيكي مؤقت وطرق تثبيت بيولوجية دائمة. أما عن طرق التثبيت الميكانيكي، فتهدف إلى تخفيف سرعة الرياح وإفقادها القدرة على النقل، وبالتالي ترسيب ما تحمله من رمال. وتشمل عملية التثبيت الميكانيكي الإجراءات التالية: إقامة حواجز من سعف النخيل، الصفائح الأسمنتية والبلاستيكية، طريقة المربعات. الطريقة الثالثة، تغطية أسطح الكثبان بالمواد الكيماوية أو النفطية أو الحجارة، حفر خنادق لتصيد الرمال. أما عن طريقة التثبيت البيولوجي، ونعني بها زرع عدة أحزمة شجرية متوازية غالبا أو أحيانا من نبات الأسل أو العبل أو غيرها من الأنواع التي تتحمل الجفاف، وتعد هذه الطريقة أنجح طريقة لتثبيت الرمال، ولقد استخدمت بكثرة في السعودية
في منطقة الأحساء والكويت، وشكرا.